مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. يا أكرم الخلق ما لي من ألذ به سواك عند حلول الحادث العامم. ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمات. إن الكبائر في الغفران كلمني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
متمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رجفا من القيام وواقف لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم الدعات النصارى في نبيهم واحكم بما جئت دمعا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يذيق رسول الله جاهك بك ولن يذيق رسول الله جاهك بك إذا الكريم تجلى باسم منتقمك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عومك إن الكبائر في الغفران كاللمم
لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجاء غير معكس لديك واجعل لديك واجعل حسابي غير مخرم لديك واجعل حسابي واجعل حسابي غير منخرم. يدري من يقرب عند الوصال